سادتي أنستي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحياتي وتقديري لكم من قناتكم أخبار الزمالك اليوم حصريا. ونبدأها بأولى الأخبار. عماد دونجا يعود لحسابات الزمالك. عاد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول ببيراميدز لحسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقادة الفرنسي باتريس كارترون من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. نبيل دونجا ارتبط اسمه بالزمالك في مواسم الانتقالات الماضية، ورغم وجود رغبة من الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب إلا أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط في خدماته حينها، وتمسكت باستمرار جميع اللاعبين الأساسيين من أجل المنافسة على لقب الدوري والكونفدرالية. في الوقت الحالي دخل دونجا ضمن حسابات الجهاز الفني للزمالك لتدعيم مركز الوسط، ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الزمالك في فتح خط مفاوضات مع نظرائهم في بيراميدز لحسم تلك الصفقة. في السياق ذاته تحفظ الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للفريق بنادي الزمالك خلال الجلسة التي عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء عن أسماء اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين والعمل على تحقيق بطولتي الدوري والكاف اللذان يشاركان بهم الفريق. وأبدى كارترون موافقته على فتح باب الرحيل على سبيل الإعارة لبعض اللاعبين الشباب بالفريق من أجل اكتسابهم المزيد من الخبرات والعمل على تجهيزهم ليصبحوا الأعمدة الأساسية لفريق الزمالك في المستقبل القريب، خاصة وأن قطاع الناشئين أفرز عددا كبير من اللاعبين المميزين والذين كونوا فريق الأمل بالزمالك. ولفت نظر كارترون عدد من اللاعبين الصاعدين مثل سيد نيمار وأحمد زكي وغيرهم ممن تقرر تصحيحهم لصفوف الفريق الأول بسبب مستواهم المتميز. والخبر الثاني، محمد عبد الجليل مدرب المقصة متهم بالتفويت. أكد محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق المقصة أن اتهامات التفويت للأهلي لن تشغل باله كثيرا لأنه يعامل ربنا. وقال عبد الجليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة اون سبورتس، بقالي 7 سنين بعيد عن الدوري الممتاز والمشاركة مع الفريق بالدرجة الأولى، وكنت منغمسا في الناشئين، لذا عندما أطلقت تصريحا ورأيت هجوم السوشيال ميديا تأثرت كثيرا، ولكني استرجعت شريط الهتافات ضدي وقتما كنت لاعبا ولو أخطأت في وأعدت الاتزان لنفسي. وأضاف محمد عبد الجليل مش هنكر أني محتاج أعيد حساباتي في تصريحاتي وأستشير البعض مثل ما كنت عندما أحتاج شيئا في الناشئين أسأل إمام محمدين، لما بحتاج حاجة في التدريب بسأل نجوم سابقين أثق بهم، فيجب أن أتروى حاليا وأكون متزنا وأستشير من حولي لأن الدنيا تغيرت والسوشيال ميديا لا تترك أي شيء دون تعليق. وأتابع نجم الأهلي السابق، الناس بتقول هنفوت المباراة للأهلي، وبقول لهم أنا بعمل ربنا أولا وأخيرا وأتمنى تقديم مباراة محترمة تليق بمصر المقصة. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات 7 مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع الأهلي مع مصر المقصة على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد. والخبر التالي، الزمالك يضع خطة الاعتماد على أبنائه. بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وضع خطة مستقبلية طويلة المدى من أجل عودة الفريق الكروي الأول للاعتماد على أبنائه الصاعدين من قطاع الناشئين من أجل عودة الانتماء للقلعة البيضاء والابتعاد عن الحاجة لعدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين يبحثون عن الأموال فقط. ووضعت إدارة النادي خطة مع باتريس كارترون هدفها العمل على تطوير قطاع الناشئين وأفراد أكبر عدد من اللاعبين المميزين من أجل تطويرهم ومنحهم فرصة الخروج من النادي على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة من جديد
وارتداء الفانلة البيضاء. وتلقى بدر حامد مدير قطاع الناشئين تكليفا من إدارة الزمالك بتشكيل الأجهزة الفنية بقلعة ميت عقبة في الموسم الجديد، حيث سيقوم حامد بتشكيل قطاع الناشئين في الزمالك وأجهزته الفنية للموسم الجديد. ويستعد فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا لغزل المحلة المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل في إطار منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز. وذلك بعدما منح الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للفريق الأبيض اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يوما عقب تأجيل لقاء غزل المحلة الذي كان محددا له يوم الاثنين الماضي. والخبر التالي نستعرض الذكرى للغزال. تحل اليوم الأحد الذكرى 8 على وفاة الغزال إبراهيم يوسف أيقونة الزمالك وأسطورة القلعة البيضاء والذي توفي فجر خميس 11 يوليو 2013 عن عمر ينازل 54 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية أدت لفقدان الكرة المصرية ونادي الزمالك واحد من أبرز نجومها عبر التاريخ. واستعرض موقع الزمالك الرسمي مسيرة الغزال الذهبية حيث يعتبر إبراهيم يوسف واحد من أفضل من لعبوا في مركز الدفاع في تاريخ الكرة المصرية، وهو واحد من القلائل الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب مصري أكثر من مرة رغم أنه كان يلعب في مركز ذو متطلبات دفاعية. وحقق الغزال مع الزمالك عدة بطولات حيث حصل على بطولة الدوري المصري 3 مرات عام 83 و84 و88 وبطولة كأس مصر مرتين عام 79 و88 ودوري أبطال أفريقيا مرتين عام 1984 و1986 وكأس الأفراسيا والأندية عام 1988. وتوج يوسف بلقب أفضل ليبرو في البطولة الأفريقية عام 1984 وحصل على ثاني أفضل لاعب في أفريقيا في تصنيف مجلة فرانس فوتبول وثالث أفضل لاعب بالقارة السمراء في العام التالي في تصنيف المجلة الشهيرة، ويعتبره رموز الكرة المصرية أفضل ليبرو في تاريخ الكرة المصرية. إبراهيم يوسف قدم الكثير للزمالك وهو بلا شك الغزال الذي سكن وجدان الجماهير ونال الاحترام وشهادة المنافسين. ومهما مر الزمان يظل إبراهيم يوسف رمزا للكرة المصرية وأسطورة زمالكوية خالدة في قلوب الجماهير. الخبر التالي محمد صلاح يتحدث عن خليفة طارق حامد. تحدث محمد صلاح لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق عن اللاعب المناسب الذي يراه ليكون بديل لطارق حامد في الفترة القادمة. في تصريحات تلفزيونية قال محمد صلاح مسألة لاعب يكون بديل لاعب أو يكون مكان لاعب تحتاج لخطة طويلة المدى. وتابع أرى أن محمد مجلي لاعب المقاولون من الممكن أن يكون بديل جيد لطارق حامد، فهو لاعب قوي وبتاع كورة. وعن الثنائي دونجا لاعب بيراميدز ومحمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة قال هذا الموسم مستواهم لا يؤهلهم للعب لنادي الزمالك، لقد كان مستواهم في السابق أفضل. وأتم لابد عندما يأتي لاعب إلى نادي الزمالك يكون آخر موسم له مع نادي قد ظهر بشكل جيد، ما فيش حد في مصر بيقدم مستوى فني ثابت ودي مشكلة. والخبر التالي بس يريد فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة واللايك والشير. كشف عمرو الدرديري رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي عن آخر مستجدات ملفات نادي القرن والشكوى الذي كان من المفترض أن تقدم للجهات الإدارية في هذا الشأن. في التصريحات التلفزيونية قال الدرديري القضية لم تفتح ولم يتم فيها أي جديد إلى أن يوم 9/7 هو عيد ميلاد للزمالكوية للاحتفال بحقيتهم في اللقب، ووصل دحائنا للتخذ مننا وبنسعى أننا نرجعه خلال الفترة القادمة. وانتقل الحديث عن ملف آخر وهو رمضان صبحي، حيث أكد أن رمضان صبحي يحتاج للانضمام إلى نادي شعبي كبير، وشدد على أن رمضان لو انتقل للزمالك هتفرق معاه كتير أوي الفترة الجاية، وما فيش مفاوضات معاه لحد دلوقتي من جانب الزمالك. وتحدث أيضا عمرو الدرديري رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي عن موقف فرجاني ساسي لاعب الفريق
وفي تصريحات تلفزيونية قال الدرديري: ساسي لاعب كبير وأتمنى أن يعود للقاهرة ويتفاوض مع الزمالك. وتابع في تصريحاته: الزمالك حتى الآن لديه الرغبة في استمرار ساسي، وأعتقد أنه يريد ذلك. وخير دليل على ذلك الصورة التي نشرها وهو يرتدي تيشيرت نادي الزمالك وهو في التدريبات. إذ قرر ساسي العودة فالإدارة مرحبة بذلك، نجلس ونتفاوض ونصل إلى حلول وأهلا به. وأوضح رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي: إذ كان فرجان ساسي غرضه باللي بيعمله ده إنه يغازل الجمهور، فالجمهور فاهم كل حاجة دلوقتي. والخبر التالي: طلب مصطفى فتحي. أكد مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك المعار إلى نادي سموحة أنه سعيد بكل ما يتردد عن رغبة الإدارة والجهاز الفني في عودته من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم القادم، وشدد على أنه تحت أمر الزمالك في أي وقت، وأنه مستعد للتوقيع على عقود التجديد مع الأبيض، إلا أنه طلب ضمانة بالمشاركة الأساسية مع الفريق، وأن لا يحدث معه ما حدث من قبل، وأن يظل حبيس دكة البدلاء. وفي حديث جانبي قال: إن كان هذا الأمر غير مضمون فمن الأفضل البقاء معارا حتى تظل قدمي في الملعب. وتنتهي عارض مصطفى فتحي إلى سموحة مع نهاية الموسم، وسط أخبار مؤكدة عن عودته من جديد إلى صفوف الزمالك. والخبر التالي: الجونة يطلب لاعب الزمالك. خطب نادي الجونة منذ ساعات نادي الزمالك من أجل لاعب الفريق الأبيض المعار إلى الجونة عمر السعيد، حيث ترغب إدارة النادي الساحلي في الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية بعد انتهاء إعارته. على الفور حالت إدارة النادي الأمر إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي كما أخبرناكم منذ قليل وافق على الاستغناء عن اللاعب نهائيا، إلى أنه ترك شكل الاستغناء للإدارة سواء على سبيل البيع النهائي أو تجديد الإعارة سواء للجونة أو لأي نادي آخر. وحسب ما علمنا فإن الأمر منتظر إنهائه خلال الأيام القادمة، ويتم الإعلان عن انتقال عمر السعيد للجونة نهائيا. والخبر التالي: حديث بن مالينكو عن الزمالك. وفي تصريحات له تعليقا على أخبار التي ربطت اسمه بنادي الزمالك مؤخرا، أكد الأنجولي بن مالينكو لاعب ومهاجم فريق الرجاء المغربي عن سعادته بربط اسمه باسم نادي كبير في أفريقيا مثل الزمالك، وتابع: لا يخفي علي أحد قيمة نادي الزمالك في الشرق الأوسط كله. وأوضح خلال تصريحاته احتفالا بفوز الرجاء بالأمس ببطولة الكونفدرالية أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي من نادي الزمالك، واستكمل: ما زلت مرتبط بعقد لمدة عام مع فريق الرجاء، وأي رحيل الآن سيكون عن طريقهم، وأتم: مبسوط إني هداف الكونفدرالية وهذا شرف، ونطمح دائما في المزيد مع فريق الرجاء. وارتبط اسم بن مالينكو كثيرا بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة، خاصة مع العلاقة القوية التي تربطه بالفرنسي بادريس كارترون المدير الفني لفريق الزمالك. مصير أيمن حفني في الزمالك. كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي برئاسة حسين لبيب اتخذت القرار النهائي بشأن أيمن حفني لاعب وسط الفريق الكروي الأول. وقال مصدر في تصريحات للزمالك اليوم أن مجلس إدارة الزمالك ناقش ملف استمرار أيمن حفني من عدمه بصفوف الفريق، وتم الاستقرار على الرجوع للفرنسي باتريس كارترون المدير الفني. وأضاف مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب يحسم القرار النهائي بشكل نهائي بأن استمرار أيمن حفني من عدمه هو حق الجهاز الفني، وإذ رفض كارترون استمرار اللاعب وطلب رحيله سيتم ذلك. وأتم المصدر ذاته مجلس الزمالك ينوي عقد جلسة مع أيمن حفني للحديث معه بشكل عام في حالة رغبته في الاعتزال داخل صفوف القلعة البيضاء. وتعاقد الزمالك مع أيمن حفني في يناير الماضي لمدة 6 أشهر بعدما طلب اللاعب الرجوع للأبيض بدون مقابل، ونحن جماهير نادي الزمالك نتمنى بالفعل بقاء الحاوي أيمن حفني. إلى هنا نصل إلى ختام أخبارنا، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.